لما الفيفا قالوا اخيرا اللي هينظم مونديال 2010 هتبقى دوله افريقيه، كذا دوله افريقيه قدموا لاستضافه البطوله وكان منهم مصر. ولما مصر حصلت على الصفر من اللجنه كان في احساس كبير للحزن والعار عند المصريين، كان نفس المصريين ان هم يستضيفوا كاس العالم. وهكذا في كل المناسبات الرياضيه، سواء كؤوس عالم، بطولات، اولمبياد، بيبقى في نوع من الحماس عند الشعوب وعند الحكومات انها هي اللي تستضيف البطولات دي. طب يا ترى ده عشان مجرد الحماس والحمية الوطنية، ولا فعلا استضافة البطولات دي بتكون مفيدة للدول؟ يعني بيجي لها السياح، والسياح دول بينشطوا السياحة الداخلية. ده منطقي؟ ده دي الحقيقة يعني؟ وهل فعلا التجربة أثبتت إن إقامة البطولات في المدن وفي الدول بتدر عليها عائد مادي كويس ومربح؟ الحقيقة لا، في الغالبية العظمى من الحالات الدول اللي بتستضيف بطولات، بالذات البطولات الضخمة وما فيش أضخم من الأولمبياد، الدول والاقتصاديات بتاعت الدول والمدن دي بتخسر خسائر مهولة وكبيرة جدا. وفين وفين لما مدينة أو دولة تحقق أرباح اقتصادية على الأرض ملموسة تساوي اللي تصرف فيها. يعني هو عندنا دلوقتي في حالة اليابان كان متوقع إنها تصرف على الأولمبياد دي حوالي 7.6 مليار دولار، لكن الفاجعة إن في المراجعة المالية اللي شغالة في اليابان دلوقتي وصلت للصدمة الضخمة، هو إن اليابان هتطلع صرفت ما يقارب 30 مليار دولار. 30 مليار دولار على بطولة ما جاش فيها سائحين وما فيش فيها مشجعين دخلوا الاستادات خالص، يعني لا في فلوس تذاكر ولا في سياحة داخلية ولا خارجية عشان تنعش اقتصاد الدولة. 30 مليار دولار مش يدخل قصادهم حاجة. الناس طبعا هتقول معلش ده يعني حالة استثناء عشان الكورونا، وفعلا دي خسارة يعني ما فيش مثيل ليها في التاريخ، في تاريخ البطولات الرياضية يعني. ولولا التزام اليابان بعقود مع اللجنة الأولمبية، لولا كده ما كانتش اليابان أقامت البطولة أصلا، لكن الالتزامات دي خلتها تقيم البطولة اللي كان متوقع أن اليابان تظهر فيها شكلها الجديد في القرن 21، وعشان رفع المعنويات بتاعة اليابانيين بعد زلزال وتسونامي اللي حصل في 2011 الشهير، اللي كان دمر لهم مفاعل نووي كبير. لكن أرجع أقول تاني، سيبنا من طوكيو وسيبنا من اليابان وسيبنا من الكوفيد والكورونا والأزمة الضخمة اللي كبدت اليابان خسائر مادية كبيرة، إلا إن في المطلق في دراسات اتعملت لقوا إن متوسط إنفاق المدن والدول على الأولمبياد بيوصل ل 175% من الميزانية المرصودة، دايما بيطلع فيه مصاريف تانية بتطرق. يعني لما تيجي اللجنة الأولمبية بتشوف المدن اللي مقدمة طلبات الاستضافة بتبدأ تتشرط عليها وتشوف مين هيقدم لها أحسن إمكانيات وأحسن التزام بالشروط، حاجات في البنية التحتية، حاجات في شكل الاستادات للرياضات معينة، طلبات كتير. والطلبات دي المدن اللي عاوزة تستضيف بتحاول ان هي تكسب ود أعضاء اللجنة اللي هتختار المدينة اللي هيرسى عليها العطاء انهم يوافقوا على أكبر قدر من الطلبات. يعني عاوزين نعمل رياضات مائية، مدينة ما فيهاش رياضات مائية يبنوا لهم، عاوزين ممرات معينة للماراثون في حتة ما فيهاش شمس يعملوا لهم، دي كلها مصاريف ضخمة جدا. صحيح في حاجات اللجان الأولمبية بتطلبها وبتتنفذ، خصوصا البنية التحتية زي شبكات المواصلات والقطارات والاستراحات وبعض المباني والفنادق بتخدم البلد على المدى الطويل، وممكن فعلا لو تم استغلال الحدث كدعاية سياحية ضخمة للبلد ممكن بعد كده تخدم البلد لسنين قدام وبقى فيها بنية تحتية تستقبل السياح، فده يخدم على المدى الطويل، لكن ده بيحصلش في معظم الأحيان. حتى في الدول الغنية،
يعني مونتريال اللي استضافت تذكر كان 76 اولمبياد 76 فضلت تسدد ديونه لغايه القرن ال 21 مصاريف ضخمه ما قدرتش هي تعوض مصاريف دي سواء اثناء او بعد الاولمبياد على طول. لكن في بعض الظروف وبعض الاحيان المدن اللي بتستضيف الاولمبياد فعلا تقدر تحقق مكسب، ولعل اشهر مثال هو لوس انجلوس في 1984، ودي حاله فريده. يعني لوس انجلوس بعد ما نظمت البطوله لانهم حققوا ارباح بعد الصرف وصلت ل 205 مليون دولار، ودي حاله فريده في تاريخ استضافات الاولمبياد. ليه لوس انجلوس حققت ارباح على عكس المدن اللي قبليها واللي بعديها؟ لكذا سبب. اول سبب ان ما كانش فيه اي منافس ليها لما تقدمت اوراق استضافه الاولمبياد ده، وبالتالي اللجنه الاولمبيه ما قدرتش تتشرط عليها جامد، والله ما فيش غيرها. فاللجنه الاولمبيه رضيت باللي عرضته لوس انجلوس عليها واللي كان موجود، عشان ما فيش منافسين تانيين. الحاجه التانيه بقى والاهم ان لوس انجلوس دي مركز حضري ضخم جدا في كاليفورنيا وفي الولايات المتحده الامريكيه، عندهم استادات كتيره، العاب كتيره، وشبكه مواصلات ممتازه. فبالتالي لما جت اللجنه الاولمبيه عشان تعاين اللوجيستكس بتاعت الاستضافه لقيت الحاجات موجوده، فنادق موجوده، مواصلات موجوده، طرق موجوده، فالمدينه ما اضطرتش انها تصرف. فبالتالي الصرف كان يعني على بعض البنى التحتيه الخفيفه للاستادات وغيرها للالعاب اللي مش بتتلعب في لوس انجلوس. فالحاجتين دول خلوا المدينه تطلع بالارباح دي، وده الحقيقه كان فخ. يعني دايما استخدمته بقى اللجنة الأولمبية عشان تدلل وتقول للمدن اللي هيستضيفوا لو خد لو رس عليكم العطا بصوا هتحققوا ارباح ازاي زي لوس انجلوس. زي ما قلنا ده فخ عشان لوس انجلوس كانت حاله فريده ساعه عرضها وساعه استضافتها للاولمبياد. طب السؤال في العصر الحالي اللي احنا فيه، الدول تستضيف ولا ما تستضيفش؟ احنا مش محتاجين نجاوب السؤال ده عشان على ارض الواقع فعلا مدن كتير بتعرض ملفاتها لاستضافة المونديال بتسحبه في اخر لحظة، يعني ساعة العرض يقولك لا دي خسائرها كبيرة. ولعل طوكيو مش هي اول خسائر، دي في ريو كان في خسائر ضخمة وتغيير لشكل مدينة ريو دي جانيرو لدرجة ان حصلت مظاهرات ضخمة قبل واثناء استضافة الاولمبياد نفسها. فبيقولك ايه، ابعد عن الهم وغنيله، دي خسائر ضخمة وبتكبد المدن خسائر كبيرة. هل ده معناه ان خلاص ما فيش حد هيبقى عاوز يعني في المستقبل يستضيف الاولمبياد؟ لا، دايما هيبقى في ناس عاوزين يستضيف الاولمبياد على الاقل عشان البرستيج الضخم والرفعه المعنويه الكبيره اللي بتدل على نجاح الدوله لما بتنجح في استضافه الاولمبياد. طبعا الصين مثلا اشهرها وروسيا يموتوا جدا في ايه تنظيم البطولات الكبيره دي عشان يوروا العالم قد ايه ان هم دول قويه ومتقدمه ومعاها فلوس يرفعوا من صورتهم قدام العالم. بس يعني ده بحكش على الدول الكبيرة الغنية، الدول الفقيرة ما تنظمش. والله في كلام بقى في الموضوع ده، يعني في خبراء اقتصاديين بيتابعوا اقتصاديات الأولمبياد شايفين ان المفروض الدول الفقيرة ما تنظمش خالص، وهي اصلا اللجان اللجنة الأولمبية بتبعد على الدول الفقيرة فعلا. لو دول متوسطة فعلا يعني ممكن تعصرها جامد وتعمل فيها ازمات اقتصادية، زي البرازيل اللي هي دولة كبيرة عملت فيها ازمات اقتصاديه، اليابان متوقع ان هي تعمل ازمات اقتصاد ازمه اقتصاديه ولو خفيفه تضايق اليابان وتضايق اليابانيين. تكلفتها كبيره والفايده اللي وراها قليله. ففي ناس طلعوا قال لك المفروض هي دول يكون عندها بنيه تحتيه قويه هي اللي تنظم. مدن فيها بنيه تحتيه قويه. في ناس طلعوا قالوا لا، يكون لها مكان دائم ثابت. هي الوحيده الحتة المدينة دي هي اللي كل أربع سنين هي اللي تنظم، وكده التكلفة تبقى أقل حاجة وناخد أكبر المدن. ناخد لوس أنجلوس مش نجحت، طب نخليها هي دي مقر الأولمبياد مثلا الصيفية، الشتوية نختار مثلا مدينة مثلا في لازم تكون مدينة فيها بنية تحتية كبيرة مثلا في الصين، يعني كندا أو شمال أوروبا اللي فيها تلج مش هيكون فيها بنية تحتية قوية أو الصين روسيا. ولا يستحسن طبعا الصين كمان عشان دولة تقدر تصرف وتقدر تمتص أي خسارة لو حصلت.
فده اقتراح. في اقتراح تاني يقول لك لا، طب المدن الفقيرة أو المتوسطة عاوزة تنظم، بس اللي هي لتتحمل التكلفة لوحديها. أولا مفروض اللجنة الأولمبية ما تطلبش كل طلباتها دي، تطلب طلبات منطقية وما يكونش فيها رفاهية أو بسخ. ده رقم واحد. رقم اتنين مفروض هم يشاركوا في التكلفة. يعني طبعا الفساد بتاع اللجنة الأولمبية وبتاع فيفا مشهور، يعني كمية الرشاوي وشبه غسيل الأموال اللي بيتم من تحت الترابيزة وسط اللجان الخاصة المغلقة دي. يعني هي الفيفا واللجنة الأولمبية مفيش حد بيشرف عليهم، هم جمعيات خاصة في الأول وفي الآخر، هدفها الأول هي الربح. يعني هم منظمات هدفهم هم ربحهم هم ذات نفسهم. طيب بما أن أنت بتربح وبتكسب، شارك في البنية التحتية، مش كل المكاسب كلها. يعني مثلا في دولة اليابان اللجنة الأولمبية مش تكبد أي حاجة، عشان كل أرباحها جاية من حقوق الرعاية السبونسرشيب ومن البث التلفزيوني، إنما اللي بياخدوا التذاكر اللي هي اليابان لبسوا في الحيطة. فلا، شارك في التكاليف، شارك في الخسارة. المفروض تتعمل القوانين تبقى كده. هتفرض ازاي ان الدول تسحب ايديها وما تقدمش عروض، فتضطر اللجنة الأولمبية ان هي ايه تعدل من القوانين ومن شروطها بشرط ان هي تشارك. فالدول الافقر تلاقي فرصة، وفي نفس الوقت الخسائر ما تبقاش فظيعة، والتراديشن التقاليد بتاع ان في اولمبيات يكمل. هو تقليد الحقيقة يعني لطيف كويس، يعني غير ان هو مفيد للدولة اللي بتستضيفه، ان العالم كله يعرف عنها وعن ثقافتها وعن حضارتها، وانه بينمي الروح الوطنية والاعتزاز عند الناس اللي بيستضيفه. كمان بيزود الروابط ما بين الرياضيين اللي من مختلف الدول، فالناس تتعرف على حضارات بعض، فالعنصرية تقل والكراهية تقل. فهو كحدث رياضي من غير المصاريف والاستغلال مهم ومفيد للبشرية ككل فعلا. ده غير طبعا هو لكل الأطفال والشباب عبر العالم يكون حافز قوي، يعني ملوش مثيل. يبقى الأطفال اللي بيتفرجوا عندهم حافز ان هم مرخين ينجحوا في الحياة، سواء بقى يبقوا رياضيين ناجحين أو أشخاص ناجحين. منظر الفايز وهو بيتكرم بيبث يعني طاقة قوية جدا عند الأطفال وعند الشباب اللي بيتفرجوا. ده غير طبعا المتعة الكبيرة اللي عند الكبار والصغيرين وكل الناس اللي بتفرجوا. فهو كحدث حلو ومهم انه يتعمل، لكن ما يتحولش الأداة للجنة الأولمبية ان هي تحلب الشعوب وتحلب المتفرجين وتاخد الأرباح على الجاهز، والدول والمدن اللي تستضيف هي اللي تتحمل التكلفة بعد لوحدها. بس ده اللي كل عندي النهاردة. أتمنى يكون الموضوع فاتكم. أحب أسمع آرائكم ومقترحاتكم، وأشوفكم على خير الحلقة الجاية. مع السلامة.